هذا شيلك مني. الليلي ليش كان طالبك دكتور خالد؟ بعد وراي ليلى هنلي. قال شو ما بصير تروحي على قسم الأطفال. هذا الشيء بيخلي الأطفال يتعلقوا فيه. بحال تركتي المستشفى أو متي تخيلي قال لي إذا متي بنص وشي. هذا الشيء بيسبب آلام نفسية للأطفال وأنا برأيي بتكفيهم آلام الجسدية. قولي هذا الشيء كان متوقع لأني اليوم سمعت ببرج الصبح إني رح يصير معي شيء بنهاري يهزلني بدني الهزة العجيبة وهي الدكتور خالد مثل العادة ما قصر. ومعقولة شو متحاملة عليه؟ أنا؟ ولا هو اللي متحطط علي؟ تارك كل دكاترة المستشفى وكل مرضاهم ومتفرغ تفرغ كامل ليبهدلني ويلاحق تحركاتي. قال شو؟ أرجو أن تلتزمي بالقوانين يا دكتورة. كأنه لازم نعمل لمشاعرنا الإنسانية قائمة قوانين مشان الدكتور خالد وأمثاله المعقدين يرتاحوا. لا حرام عليكي، دكتور خالد ما في منه. إيه مزبوط ما في منه. أنت شقية شوي وما بتلتزمي بالقوانين. القوانين خلقت لتريح البشر وأنا ما عم بعمل شيء بضايق حدا فيه. بعدين اليوم سمعت ببرج إني رح أبكي، مشان هيك رح أخترق القوانين ورح أطمن نظافي للحلم. عندي ليسي اسمه سيسي شعره اشقر ومنقر تلحقني بتخبى عليها بطلة اني بقى منى وينو زين؟ خرجوا اهله يعني؟ لا ما خرجوا اهله، زين طلع الجنة. شهد شبكي؟ شو صاير؟ شهد؟ زين خلص روقي حبيبتي روقي. أنا بعرفك أمي الله يرحمه. يا حبيبتي يا ماما أكيد ارتاح. ماما ما عم صدق مبارك أنا بتطلع فيني وماسكيني ما بده يعني روح وكأنه كان حاسس اللي بده يصير. ما عم بقدر أنسى نظرة عينه ما عم بقدر. شهد أنتِ دكتورة، الدكتورة ما بصير يكون قلبها قطيع هيك شبنا. يا ريتني لا دكتورة ولا بطيق بس أنتوا السبب. الطب مهنة نبيلة وأنا وأبوكي الله يرحمه شفنا أنه مصلحتك تصير دكتورة قد الدنيا. ما فيني ما أتأثر يا أمي ما فيني أشوف الناس حواليها عم تموت وتتوجع وضل عادي ما بقدر. شهد شبنا ماما أنتي لازم تكوني أقوى. شيء حاج لازم كل شيء بحياتكم بتعتبروه لازم وبتفرضوه بس لا تكونوا رضيانين. هلا ليش هالحكي؟ أنتي صرتي دكتورة ومشي الحال، ما بصير تقولي هيك بس لأنه مريض مات هيك بهالبساطة وكأنه روح قطة اللي ماتت. تعدي على بكي ونواح والله بتموتي ناقصة عمر يا أمي. يا حبيبتي الموت علينا وكلياتنا رح نموت، رح ينزعل علينا بس الزعل ما بيمنع إنه الواحد يموت ولا بيهربوا منه. موت زين قهرني يا أمي، قهرني كتير موت زين. ما عم بقدر أنسى طلعتوا علي، ما عم بقدر وحياة الله ما عم بقدر يا أمي. خلص ماما ما عم بقدر يا أمي.
خلاص. قالوا لي انه زين الغالي عم يسأل على الدكتورة شاد ومشتاقة لها كثير كثير كثير، وقالوا لي كمان انه الدكتورة شاد مشتاقة لها العيون الحلوين كثير 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 كثير. تقبرني هذا إلي؟ يا حبيبي عزيزي برج الحمل، نهارك سعيد، يومك مليء بالأحداث، رح يخف الضغط عنك وممكن تنتصر على كثير من المصاعب وتسترجع. مامي في ضيوف عم يستنوكي بالصالون. دكتور خالد مرحبا. دكتورة شاهد، أنا يمكن نسيت عليكي من يومين وجرحت لك مشاعرك، كونك يعني إنساني حساسة، بس أنا طبيب وبعرف إنه لما المشاعر تنحط بميزان واحد مع حياة إنسان مفروض نرميها على جنب، وإذا كانت رح تشوشنا ندوس عليها. بعرف إنه أنت بتفتكريني إنسان قاسي، ما عندي قلب، ما بحس وما بشعر مثلك، بس لا دكتورة غلطانة، أنا إنسان طبيعي، بحزن، بتألم، بشعر، بحس، أحيانا كثير بدمع، بقص قلبي وببكي، بس أنا اخترت إني أكون طبيب، وبعرف إنه هاي المهنة بدها قوة قلب. طبعا بالأخير ما فيني أمنعك إنك تشعري وتحسي، بس من حقي طالبك إنك تضغطي على أحاسيسك ومشاعرك، ما فيني أمنعك تخافي، بس من حقي طالبك إنك تتحدي هذا الخوف. فكرة يعني سهلة على الواحد فينا قد ما كان جبار وقلبه قاسي، إنه يمسك مشرط ويشق في جسم بني آدم عايش وقلبه عم يدق، ويكون مسؤول عن دقات هالقلب ويحافظ عليها. فكرك يعني أنا ما بخاف وقت فوت على غرفة العمليات ولاقي المريض مستسلم من دون أي حركة، مأمني على حياته واثق فيه. بإيدي هدول أنا بترت رجل أبي، كان مريض سكري وكان لازم ساعده لحتى يكفي حياته. زوجتي أعز إنسانة عندي بالدنيا، أنا اللي أسعفتها على المستشفى وقت تعرضت لحادث، كانت حامل بالشهر الأخير، أنا اللي عملت لها العملية. بإيدي هدول طالعت بنتي من جواتها، بإيدي هدول غطيت لها وشها وقت توفت. فكرك يعني ما زعلت، ما تألمت، ما بكيت، ما تدمرت، ما متت ألف موتي وأنا عم شوفها عم تألم قدامي. بس لو بأي لحظة سمحت للمشاعر ما تسيطر عليها، كنت مو بس خسرتها، كنت خسرت بنتي كمان. تكوني غلطانة إذا بتفكري حالك إنه بس أنت بتحسي وبتشعري وبتحسن، كلنا بنحس وبنتألم، بس لازم ندوس على قلبنا لننقذ قلب تاني، لننقذ حياة إنسان أملنا على حياته وحط روحه بين إيدينا. ولا شو بتحبي نساوي يعني؟ نقول له آسفين ونعتذر منه؟ نحن كثير بنحبها بس بنخاف نعمل لك عملية، لأنه بلكي صار لك شيء، بلكي متت، نحن ما فينا نتحمل الألم والحزن إذا صار لك شيء. دكتورة شهد، هذا اللي بيتوقعه المريض مننا؟ دكتورة شهد، فكري منيح وقدري، بعدين يا بلاقيكي بيناتنا بالمستشفى عم تساعدي الناس انه تعيش باقل قدر ممكن من الالم، يا اما بقى خليكي هون بالبيت قاعده حاطه ايدك على خدك وعم تبكي على زين، وفي كثيرين غيره محتاجينك تساعديه. انا استنى.